المؤتمر العام بانعقاده أول شيء قدم شيء لكل الشعب الفلسطيني ولكل حركة فتح، وإحنا بلبنان جزء من هذه الحركة العظيمة، ولطالما كان الشعب الفلسطيني في لبنان يحمل الراية وتحمل العبء الأكبر في مرحلة من مراحل نضال الوطن الفلسطيني ولم يكن كما مهمشا في خارطة الشتات. لذلك هذا الموضوع سينعكس حتما إيجابا على الحركة بشكل عام وعلى الشعب الفلسطيني كون حركة فتح حاملة لمشروع الوطن الفلسطيني. لذلك نحن نعتبر اليوم نجاح هذا المؤتمر مبروك نجاحه ونجاح للشعب الفلسطيني بأكمله، صح لأبناء حركة فتح، لكن حركة فتح هي حركة الشعب الفلسطيني وليست حركة في الشعب الفلسطيني، في فرق بين الاثنين. فبما أنها حركة الشعب الفلسطيني وكل فلسطيني له حصة فيها، فلذلك هذا النجاح سيعم على الجميع. هذه أولا. والتحدي هذا الحقيقة إجا في مرحلة كان مطلوب نحن أن نعقد مؤتمرنا ونقول لكل العالم نحن نعقد هذا المؤتمر ونخوض انتخابات ديمقراطية راقية بشفافية عالية، نقدم مثالا يحتذى في هذا الموضوع، لأن شعب حضاري نحن، وحركة فتح حركة أهمية تتنبع مش لأنها هي الحركة الأطول عمرا ولا الحركة التي قدمت شهداء بعد الحرب العالمية الثانية أكثر شهداء، ولا لأنها الحركة الأعمق ذو جذورا والأكثر إشعاعا في عالمنا العربي، بل لأنها حركة تسمى حركة الشعب الفلسطيني. لذلك نحن جلسنا مع السيد الرئيس كوفد من لبنان، كل الوفد اللبناني الذي أتى أعضاء المؤتمر، تحدثنا معه حول صندوق الطالب، حول الحالات الاجتماعية، حول الضمان الصحي، حول حاجة المخيمات، حول استمرار المخاطر على المخيمات، وهو كالعادة دائما يستمع وفي قلبه مكانة خاصة للبنان كونه جاء عدة زيارات واطلع على وضع لبنان وسمع من الإخوة اللبنانيين كيف أن الفلسطينيين من مرحلة كانوا يسموا فيها جزء من الفوضى إلى مرحلة اليوم يقول عنها اللبنانيين أن فتح تشكل عاملا أساسيا من عوامل الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. هذا كلام استراتيجي سمعه الرئيس وسمعته القيادة الفلسطينية. لذلك نحن بهذا المؤتمر بدنا نكرس الوحدة الوطنية الفلسطينية الموجودة بلبنان بين كل الفصائل الفلسطينية. نحن الفلسطينيين وحدتنا الوطنية سلاح استراتيجي نحمي حالنا من النزيف اللي قائم بمخيمات الشتات وبالشتات، ونحمي حالنا من هون عملية التهويد والاستيطان وسرقة أرضنا. لذلك في مجموعة تحديات الوحدة الوطنية بدنا نعززها، وبدنا حركة فتح نستنهض دورها، هذه الحركة الرائدة العملاقة الرائدة التي قدمت خيرة أبنائها الشهداء، وبدنا نعزز علاقاتنا مع المحيط خاصة مع أشقائنا اللبنانيين اليوم اللي كانوا معنا وما زالوا وما بدلوا تبديله. جدار الفصل اللي نعمل بحليلي اللبنانيين حكوا قبل الفلسطينيين رفضوا هذا الموضوع، وقيادة الجيش استجابت لرأي الأحزاب والقوى التي قالت نريد مد جسور المحبة بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين صيدا والحلوي، ما بدنا جدار فصل زي الجدار الإسرائيلي. فلذلك هذا شيء يقدر لأنهم يثقون بنا ويثقون بأن ما نقوله نحن في فتح وفي الفصائل الفلسطينية وفي منظمة تحرير نطبقه على أرض الواقع. صحيح لدينا أوضاع مضطربة وأحداث تحصل، لكن موقفنا صلب وراسخ بأن نحمي مخيماتنا ونحمي الوجود الفلسطيني وأن نحمل الراية معا هنا. نحن مخيمات لبنان ومخيمات سوريا ورام الله وغزة والضفة أن نحملها معا، وأنتم في القلب كل فلسطيني حبتكم كبيرة. إن شاء الله بدنا نرجع نجتمع بدولة فلسطينية، لأنه إحنا الفلسطينيين الله كريم نستحق دولة لأننا شعب عظيم. وتحية للشهداء وتحية للأسرى، أنا اللي ما بنساهم لأنه ما لازم أنساهم، تحية لهم. والمؤتمر بده يشكل نوعية لازم يشكل بقيادته المنتخبة، بده تحمل برامج وسياسات تطبقها، وهذه مسؤولية لأنه في مؤتمر جاي مش رح يطول، بده يصير محاسبة من خلال صناديق الاقتراع إن شاء الله وبشكل ديمقراطي وحضاري وبشكل يعني يليق بهذه التضحيات.